الموقف من لقاءات بعض قيادات الدعوة السلفية وحزب النور بشفيق، لقد سقط القوم في هو سحيق. ليس السلفيون فقط من قابلوا الفريق شفيق، بل كثير من الإخوان وشباب الثورة والجمعية الوطنية للتغيير بكل احترام وتحضر وفي إطار سعيه للتوافق. لا أعتقد أننا بالتأسيسية نواجه خطر أخوانت أو سلفنت أو لبرانت، إنما نواجه خطر الاستقطاب بين كل الفرقاء في الساحة يعلون مصلحتهم على مصلحة الوطن. إعداد الدستور المصري يتم على مستويين، الأول علمي والآخر سري لا يعرفه إلا أعضاء الجماعة من الإخوان، وكل مواد الدستور المعلنة غير نهائية. وكأن خطاب مرسي ليس خطابا لرئيس مصر فقط، بل خطاب لرئيس الدول العربية. مجرد الشعور البسيط بتأنيب الضمير معناه أن هناك ضمير. إذا كان تدخل شيخ في إدارة حزب أدى إلى بث الشقاق بين أعضائه، فكيف بوضع مرجعية هيئة دينية كاملة لدولة كبيرة بحجم مصر؟ إذا كان الواقع غير جيد وغير قابل للإصلاح، يبقى البقاء فيه نوع من أنواع الاستعباد. السينما والقعدة على القهاوي درجات من الهروب. شيد المعماري المصري القديم الأهرامات والمعابد والتماثيل، ظلت مهارة وعراقة ذلك المعمار تتوارثها الأجيال من المعماريين المصريين الذين أطفوا على بقاع مصر لمسات حضارية. ولكن للأسف هزمته يد الفساد والإهمال وانعدام الرقابة، رغم وجود ما يسمى بجهاز التنسيق الحضري في بلدنا، وهو ما يمكن استبداله بمسمى جهازا للهدم الحضارية. وعقب الثورة وانعدام الرقابة من الأجهزة والمحليات، زادت حالات الهدم والاغتيالات لمئات بل لآلاف الفيلات الأثرية التي تم هدمها في العديد من المناطق واستبدالها بمبان خرسانية صماء، ويأتي على رأسها مناطق مصر الجديدة والهرم والدقي. أما القاهرة الخديوية التي أنشأها الخديوي إسماعيل لتناظر أعظم عواصم أوروبا في ذلك الوقت، فقد اغتالتها يد العشوائية بالفترينات والإعلانات والمباني المخالفة لتصاب بحالة من التشويش والاهتزاز البصري، ليصبح السؤال إلى متى نهدم تراثنا بأيدينا؟ لكن هناك شباب عاشق لبلده ولتراثها لم يضع الوقت في البحث عن إجابة، بل راح يبحث عن وسيلة فعالة من أجل الحفاظ على تراث مصر. فقد اجتمعت مجموعة من شباب مصر الجديدة والتف حولهم شباب من مختلف أنحاء الجمهورية لإطلاق مبادرة من أجل الحفاظ على تراث مصر، بإيقاف نزيف الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في مناطق ومدن مختلفة في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد. نبعد شوية عن السياسة. تراث مصر المعماري والطرق العملية الممكنة للدفاع عن تراث كما أشار الزملاء، وأشكر الزملاء في الإعداد على هذا التقرير الجيد. كما أشار الزملاء في التقرير، تراث معماري يغتال، ربما هذا هو التوصيف الأدق، ليس فقط عمليات هدم أو عمليات هدد، ولكن تراث معماري عظيم لمصر بيغطي مروحة واسعة من العصور ومن الحقب، وأكثر من طراز معماري في القاهرة وفي الإسكندرية وبورسعيد وأماكن أخرى كثيرة. بيغتال هذا التراث في إطار إما حالة من الإهمال مستمرة أو فساد منظم بيمكن من يريد أن يعلي من شأن مصالح مالية أو مصالح تجارية على حساب المصلحة العامة المتمثلة في التراث المعماري. عدد من المعماريين المصريين وعدد من النشطاء في مصر اهتم بقضية التراث المعماري خلال الفترة الماضية، وبيسعى
وبيجتهد للحفاظ على التراث المعماري ومقاومة عملية الاغتيال المنظم لهذا التراث في ظل إدارات في المحافظات وإدارات في المحليات تتجاهل أو تتورط في التمكين لاغتيال التراث المعماري لفساد قائم. برحب بضيوفي الأعزاء وأبدأ بالمهندسة أمنية عبد البر، المهندسة المعمارية. وأمنية بالأمس تم تأسيس رابطة جديدة للدفاع عن تراث مصر، هي رابطة تراث مصر، وأنت في هذه الرابطة. أهلا وسهلا. برحب بالمهندس أحمد منصور، أحمد مستشار اليونسكو للحفاظ على القاهرة التاريخية. برحب أيضا بالأستاذ أيمن جبر، ممثل الجمعية الأهلية لحماية تراث مدينة بورسعيد. صباح الخير. وبرحب بالأستاذ شكري أسمر، صديق العزيز وممثل مبادرة تراث مصر الجديدة وشعلة نشاط متحركة. أمنية، أبدأ مع الوضع. ما حقيقة ما يدور في مصر من ما سمي في التقرير اغتيال للتراث المعماري أو عمليات هدد وهدم؟ أعتقد المواطن البسيط في الحياة اليومية يعني العين بتقف عند فيلا في الشارع القريب أو مبنى أثري في شارع ربما غير قريب، بيحدث هدد أو هدم، بتصعد مباني جديدة شاهقة الارتفاع في الأغلب الأعم. ما حقيقة ما يدور؟ احنا الحقيقة عندنا شقين، في شق قانوني وفي شق بيطلع غير قانوني، ودي المصيبة الكبيرة. احنا نفسنا كنا بنحاول نفهم ازاي، ليه كل ده، هل الكلام ده كله عشان في النهاية نوصل لمشروع استثماري بيدور اموال على مالك العقار، ولا في اسئلة تانية او اجابات تانية للموضوع احنا مش عارفينها. ناخد مثال اللي بيحصل في الضرب الاحمر، كان في اراضي كتير قوي حتى فاضية، نظرا لان في مشاكل في مين الورثه، مين ملاك الارض. دلوقتي اصبح اللي بيحصل انه المقاول بيجي يبني على الارض وبعدين يدور مين المالك، ويبني مخالف، ما بيطلعش تراخيص، بيطلع له قرارات ازاله، لكن قرارات ازاله ما بتحصلش للاسف الشديد. بس امنا انت بتتكلمي عن شقين، شق قانوني وشق في ناس بتبني حسب القانون. تمام. في قوانين مصريه، سؤالي الاول، في قوانين مصريه بتحمي التراث المعماري، هل هذه القوانين واحد كافية؟ غير كافية. ما هي الأسباب؟ لأنه مشكلتنا الأساسية أنه القانون مش بيدينا سلطة على صاحب العقار أن احنا نجبره على الحفاظ عليه. القانون يقدر بس يتدخل لو هد العقار، لكن خرب، شال شبابيك، بوظ في الطراز المعماري، بقى غير الشكل تماما، ما نقدرش نقول له حاجه. تمام. يعني اذا في ثغرات في القوانين المصريه. طيب. واحد. المساله الثانيه من كلامك عن الضرب الاحمر ان القوانين المصريه في الكثير من الاحيان لا تحترم، بيتم التحايل على القانون لحسابات كثيره، مصالح، فساد، والامور التي ندركها جيدا من حاليا. غسيل اموال في بعض الاحيان. طيب، يعني اذا للمعالجه في شق قانوني. مزبوط. وفي شق مرتبط بكل تأكيد بالتعامل مع المصالح اللي بتضغط على الأجهزة، محافظات ومحليات، عشان تتحايل على القانون، إدارتها بصورة أفضل. أحمد، مهندس أحمد منصور، أحمد أنت في مبادرة لليونسكو للحفاظ على تراث القاهرة. لو أخذنا القاهرة كنموذج في المبادرة، هل طورتم إجابات على ثغرات القوانين المصرية؟ التقرير أشار لهيئة التنسيق الحضاري، بتعمل إيه هيئة التنسيق الحضاري بالظبط؟ إيه دورها؟ إيه الثغرات في القانون؟ وهل طورتوا إجابات على ده، ولا أنتوا بتشتغلوا على الأرض بس ومالكوش دعوة بالشق القانوني؟ لا، هو المشروع المفروض إن هو بيطالب بخطة إدارة وخطة حفاظ للمدينة القديمة. فخطة الإدارة ديت جزء منها هي قوانين، لأن الحقيقي اللي بيدير هو قانون محطوط، يا إما مفعل يا إما غير مفعل، هي ديت الفكرة كلها. ففي خطة الحفاظ أو خطة الإدارة، عشان نبقى فعلا يعني بريسايس أو يعني محددين. محطوط طبعا الشق القانوني، لأن لازم القوانين كلها تبقى متماشية مع بعض، كارتفاعات، كحفاظ على المباني. طيب، هل في تجاوب من السلطات المصريه مع الاقتراحات اللي انتم بتقدموها بشان تعديلات القوانين؟ طبعا دلوقتي يعني اللي بيطلع قانون هو هيئه تشريعيه، الاختصاص التشريعي، لان مفيش هيئه تشريعيه مع رئيس الجمهوريه. هل تم التواصل
مع الرئاسة، مع المسؤولين المصريين بشأن استصدار قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية لحماية التراث المعماري؟ احنا دلوقتي طبعا يعني بسبب ان كان في عدم يعني ثبات سياسي الى حد ما، وتغييرات على طول في الحكومه في المسؤولين طبعا، ما حصلش حاجه، فكان صعب ان حد ياخد قرار انه يلا نبتدي دلوقتي. تمام. لكن الدراسه بتتعمل من المشروع وهتتقدم في الاخر للحكومه المصريه كشريك رئيسي للحفاظ على التراث، لان القاهره محطوطه على لستة التراث العالمي من سنه 79، والدراسه هتقدم بالشقين، شق القانوني وشق الإدارة والتعامل والحفاظ مع التراث والحفاظ على التراث. الأستاذ أيمن جبر، حضرتك في مبادرة للدفاع عن وللحفاظ على تراث بورسعيد. أنا بنبه حضراتكم إن احنا هنعرض في سياق النقاش مجموعة من اللقطات من الصور لما يدور على الأرض في بورسعيد، في الإسكندرية، في القاهرة، في مصر الجديدة وفي أماكن أخرى، لما يدور على الأرض من أعمال هدد وهدم، أو كما يعني يمكن الإشارة إليها، اغتيال لتراث مصر المعماري. الأستاذ أيمن، بورسعيد بالأمس كان هناك لقاء مع المحافظ في إطار مبادرة لليونسكو لوضع بورسعيد على قائمة المدن العالمية التي بتمثل يعني ذاكرة وتراث للعالم وينبغي الحفاظ على هويتها المعمارية. إيه اللي بيحصل في بورسعيد؟ إيه اللي حضراتكم بتحاولوا تدافعوا عنه وهو بينتهك أو بيغتال أو بيهدد الآن؟ بداية طبعا أنا شاكر حضرتك إثارة هذا الموضوع الهام جدا. إحنا بورسعيد يمكن زي أي محافظة في مصر، يمكن بالأخص هي بورسعيد والقاهرة واسكندرية وبعض المحافظات الأخرى، استفادت من التطور اللي حصل في القرن 19 والعشرين في النهضة المعمارية اللي حصلت في العالم كله. وكانت بورسعيد عشان موجود فيه جاليات أجنبية كتيرة، إحنا وصلت بورسعيد كانت فترة العشرينات الموجود أكثر من 13,000 إيطالي، 17,000 يوناني غير الفرنسيين بيدوروا قناة السويس. الناس دي كلها جابت فنانين ومبدعين معماريين عندنا بورسعيد، أثاروا الثروة المعمارية عندنا بورسعيد. للأسف إن احنا عندنا كان آلاف العقارات والمباني والكنائس والمساجد ذات الطابع المعماري المميز جدا. للأسف العدد ده كله بيقل. فطبعا احنا انتظرنا إن القانون بتاع حماية هذه الآثار، القانون 144 سنة 2006 صدر، وبدأنا ان احنا نعمل يعني ندفع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري انه يتم عملية الحصر للعقارات. الحقيقة في الاول احنا الحصر تم على 900 عقار في بورسعيد، وطبعا ضغوط ايام في الفترة دي، فترة قبل الثورة، ضغوط على الجهات التنفيذية فيها، اتخفض هذا العدد ل 505 عقار. بس بالفعل يعني انا بعتبر ان الجهود الاهلية والجمعيات الأهلية الموجودة بورسعيد والمؤسسات دفعوا القائد والمحافظ في بورسعيد في هذا الوقت إن هو يعتمد هذا الحصر، وفعلا تم الاعتماد بأكثر من 500 مبنى ومكان مبنى مقيد حاليا. نعم. كيفية المحافظة عليه بقى، هي دي بقى الآلية اللي احنا بنحاول احنا نشوف حضرتك في نقط محددة بتشتغلوا ازاي. اول حضرتك احنا في حاليا كلها مجهودات من شباب الجمعيات الاهليه الموجوده بورسعيد في حصر ليها، وبدات ان احنا نوفق الكلام ده كله، بنتابعه. للاسف ان كل يوم ممكن يغتال مبنى من المباني المذكوره والوارده على هذه القائمه. تمام. من ال 500 مبنى، 500 اخبارك. للاسف ان القانون صدر وفي بعض الثغرات. طيب ممكن حضرتك تديني مثل على 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 خبره سلبيه حصلت خلال الايام او الشهور اللي فاتت؟ القانون بيحظر على المالك انه يتعامل مع المبنى المحصور في القائمه اخبارك دون الرجوع الى الجهات المختصه اللي هي هيئه التنسيق الحضاري، ولها سلسله لها اجراءات معينه. نعم. للاسف القانون غفل ان تعمد المالك لاتلاف العقار من الداخل انه يحصل انه يكون قايل للسقوط، يوصل مرحله انه قايل للسقوط، فحاليا يقول لك في خطر على السكان اذا كان في سكان اصلا اقبال، فهو يتعمد النقطه دي. الثغره ديت موجوده،
للاسف ان ما لهاش تقنين مجرد. طيب انا عايز مثل محدد حضرتك. هل في مثل محدد لما حدث خلال الايام الاسابيع او الاشهر الماضيه؟ هو طبعا مبنى محدد في بورسعيد، هو طبعا في حاليا مبنى مفار ليه في بورسعيد. ده يعتبر مسمينه حتى المركز اليوناني، له تاريخ اخبارك. هو ده بني 1903. ده في شارع ايه حضرتك؟ شارع صفيه زغلول والجيش. تمام. المبنى إيه اللي حصل فيه؟ ده مبنى حاليا، ده مبنى ضخم جدا، يعني في طابع معماري مميز جدا، في تحف وحصور اصلا. ده وده كان اصلا مركز يوناني، في نادي يوناني فيه. تمام. مركز للجاليه اليونانيه اللي كانت عايشه في بورسعيد زمان. حاليا ده اخلي. تمام. ايام الثوره، وفوجئنا ان طلع قرار هدم صادر من المحافظه. طيب شكري. للأسف الشديد كوارث مشابهة للمركز اليوناني في بورسعيد بتحدث ربما بصورة يومية أو شبه يومية في أكثر من مكان في القاهرة، في مصر الجديدة اللي أنت مهتم بيها، وفي مبادرة للدفاع عن تراث اسمها مبادرة تراث مصر الجديد. لو تقدر تديني أمثلة محددة مشابهة للمركز اليوناني في بورسعيد، أمور تحدث في مصر الجديدة الآن ولم يتم رغم الجهود الأهلية التعامل معها بنجاح لمنع الهدد أو لمنع الهدم أو للحفاظ على المبنى الأثري. طبعا الأول كم مبنى موجود؟ أكيد بالتأكيد في أيضا قائمة لمحافظة القاهرة، زي ما في 500 وحاجة في بورسعيد، في قائمة لمحافظة القاهرة. بتعرف كم؟ ما اعرفش الرقم، بس الاعداد بالالاف يعني. لا لا، ان هي متقسمه اقسام. تمام. اقسام. تمام. اعداد بالالاف. اللي حاصل ان ممنهج برضو زي ما بيحصل في بورسعيد، انه في مصر الجديده كميه الفيلات او العمارات القديمه بتتهد من بعد الثوره. الرقابه قلت والتركيز مع الناس قل، والمقاولين كميه الفيلل والعمارات اللي بتتهد بطريقه بشعه. ممكن امثله واضحه، شارع زفته في متفرع من شارع بيروت، حوالي 6 فيلل اتهدوا واتبنوا عمارات طويله جدا في منطقه مفترض انها تكون راقيه، ما بقيناش عارفين نمشي في الشارع بيها. المشكله اللي بتحصل مش بس الحفاظ على تراثنا وتاريخنا المعماري كشكل وكذكريات مشتركه بالنسبه لنا، لا، هي برضو انه بيحصل انه لما بتتبني عماره كبيره بيحصل انه 20 عربيه بدل عربيتين بيركنوا، فالشارع بيبقى زحمه، المرافق كميه وكهرباء وصرف صحي، كل المدينه مش مستحمله، كمدينه مصر الجديده او حي مصر الجديده مش مستحمل الكثافه السكانيه اللي زادت عليه قوي من كميه الهدم اللي بيحصل للتراث، غير انه ذكرياتنا المشتركه كسكان مصر الجديده بتختفي. اماكن زي غرناطه لسه الوضع انه في صراع انه ازاي نحافظ عليها كمبنى اثري موجود من ايام بدايه القرن العشرين. فالمشكله هي مشكله انه الناس تقدر التراث، هي مشكله وعي ان المجتمع يقدر المكان اللي هو عايش فيه. طيب. ومشكله انه الاجهزه التنفيذيه تقدر تقوم بدورها الرقابي انها تمنع ده. طيب امنيه في مسألة، يعني احنا امام مبادرات مختلفة، القاهرة، بورسعيد، اسكندرية، بكل تأكيد اسكندرية كان فيها اكثر من قضية خلال الفترة الماضية. طبعا. ايضا مركز للجالية اليونانية خلال اكثر من عمارة اثرية واعمال ازالة وهدد وهدم، يعني كانت في الحقيقة مسار انزعاج للمواطن المصري في الاسكندرية ومسار انزعاج لكل مهتم بالتراث المعماري في مصر. مبادرات متعددة في محافظات مختلفة، وفي مبادرة لليونسكو فيها احمد تشتغل على القاهرة بالأساس، وربما تذهب باتجاهات أخرى يعني بورسعيد أو غيره. في الجهود الشعبية والجهود الأهلية، هل في تشبيك بين المبادرات المختلفة؟ هل ده سبب إنشاء رابطة تراث مصر؟ بالضبط. بصورة محددة التشبيك بيحصل إزاي؟ بتعملوا إيه؟ إحنا عشان بنعرف بعض، سواء كنا مهندسين معماريين أو حتى كتاب مهتمين بالتراث، فإحنا دايما بنساعد بعض. يعني بتوع اسكندرية كلموا بتوع القاهرة، ساعدونا عايزين نوصل للإعلام، عايزين حد يكتب، دول هيهدوا فيلا أجيون مثلا في اسكندرية، ولا قبل كده كان في فيلا شيكوريل، فبطريقة ما. لما طيب بس ده اللي انت بتقولي ده زي يسموه إطفاء حرائق، يعني لما تحصل المشكلة. للأسف الشديد احنا نفسنا يبقى عندنا وقت نشتغل. ليه ما عندكوش وقت تشتغل؟ عشان احنا على طول بنطفي الحريقة. طيب بعد خلاص، ما انت لو نظمتي وقتك اكيد هتعرفي تطفي الحرايق وتشتغلي كمان شويه. طيب غير اطفاء الحرائق، ايه اللي المفروض يحصل تاني؟ القايمه اللي اشار ليها الاستاذ ايمن 500، هو كان بيقول 900، ففي فعلا بره القايمه الله اعلم بيحصل فيهم ايه،
400 مبنى او اكتر، ليه ما يكونش في مجهود منظم ان القوائم دي اللي مدرج عليها المباني الاثريه ذات القيمه الاثريه ليه ما يبقاش في جهد منظم للوصول لقوائم متكامله، ما يبقاش بس النص اللي موجود والباقي مش موجود. مزبوط. بيحصل ولا مفيش؟ احنا عشان كده ابتدينا نفكر ان احنا لازم نبص على الموضوع ككل كالبلد كلها كل. لان احنا كان بيجينا اتصالات لسه الاسبوع اللي فات من منصور قالوا لنا نعمل ايه في جنينة عايزين يعملوها باركينج، نتصرف ازاي؟ المجتمع اصبح مهتم جدا، وبالتالي اصبح محتاجين ان يكون في ناس تساعد على طول، ناس تقول انزلوا اعملوا كذا، اكتبوا عريضة، روحوا قبل المحافظ، يعني احنا نفسنا عايزين نوضب تجاوب الطريقة. يعني انت من كلامك في اطفاء حرائق لازم يحصل، في استكمال للقوائم على مستوى مصر كلها عشان نعرف ايه اللي بيحصل ولحمايته، وفي شغل على القوانين انت واحمد اشرتوا اليه وفي شغل اتعمل، وفي مساله التواصل والتوعيه ده اهم حاجه. انا عايز اسالك عن تجاوب الناس، يعني لما بتقولوا عريضه وهاتوا توقيعاتكم عشان عايزين نوديها للمحافظ او للجهه المسؤوله عشان يتمنع او تتمنع ازاله مبنى اثري، تجاوب الناس عنه ازاي؟ الحقيقه دلوقتي التجاوب اصبح رائع جدا، لان احنا كلنا وصلنا ممكن مثلا محدد احنا في ابريل عملنا عريضه لوقف هدم المباني القديمه في مصر كلها، جالنا فوق الالف امضاء في اقل من اسبوع. تمام. طيب احمد، سؤالي الاخير، اليونسكو والتراث العالمي ومصر بالأزمنة الحضارية المختلفة اللي مرت عليها لديها الكثير مما ينبغي الحفاظ عليه. لو تقدر بجمل مختصرة تحط إيدك على المشاكل الحقيقية اللي بتواجهها مؤسسة اليونسكو وهي بتحاول تدافع عن تراث مصر الحضاري والمعماري، هل هي صعوبات مع الأجهزة التنفيذية ولا هو الوعي؟ أمنية بتقول أن الوعي عالي والناس متجاوبة، إيه المشاكل؟ حط إيدك لو تقدر على مشاكل أساسية. طيب هو المبدئيا بس هبتدي بحاجة قبل ما أرد على السؤال ده، بسيطة جدا، أن الدولة المصرية بتشوف أن التراث في مصر هو فرعوني اسلامي وقبطي وبينتهي. ديت اكبر مشكله بنواجهها دلوقتي، ان عماره القرن 19 وال20 كلها بتروح. طب يبقى اذا القرن 19 و20 في مشكله، لان احنا واقفين قبل القرن 19 و20 واحد. ايه كمان حاجه بقى تانية مهمه جدا، هو طبعا مصر مش حتى غير 7 مواقع تراث عالمي، تعتبر تراث عالمي في مصر كلها، منها 1 طبيعي و7 ثقافة. تمام. هل القائمة دي بتقترح من الحكومة المصرية؟ بالزبط. يبقى هنا في شغل على الأجهزة التنفيذية والأجهزة المعنية في مصر أنها تستكمل القائمة. عاملين 32 موقع جديد حطيناها على القائمة الأولية لأنها تضاف لمصر، بس ده شغل كتير جدا، لأن لازم يتحط قواعد وقوانين أنها تحمي المناطق ديت و طيب تعمل زونز. تمام. خرائط وكل حاجه، يعني تمام. الشغل كتير جدا. طيب. وهي المفروض تتعمل في خلال سنه. طيب يعني 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 قوايم كمان زي ما احنا بنتكلم عن مباني في بورسعيد ولا في القاهره مصر الجديده وفي غيرها، قوايم غير متكامله كمان في التراث الحضاري والمعماري وتاريخنا في مصر، قايمه محدوده جدا ب7 مواقع، 1 طبيعي والبقيه مواقع اثريه، لابد انها تستكمل، ومجهود لتعديل القوانين ولتوعيه الناس. انا عايز اشكركم على حضوركم وعلى على قوي في جمله. الاهم برضك النقاط، الحلول اللي احنا شايفينها سريعه من وجهه نظري بسرعه، كنقاط سريعه. انا محتاج في نقطه واحده حضرتك تقولها لي دلوقتي، اهم حل فيهم عايز ايه؟ اهم حل انا عايز ارجع للملاك، انا حاسسهم ان هم مش خصم لينا، لازم ادير له الكلام ده بطريقه استثماريه يبقى في عائد ليه، يعرف القيمه ديت. لازم اعدل في القوانين، لازم اعدلها بسرعه. تمام. لازم في توعيه يعني مجتمعيه. تمام. للمجتمع كله يعني. أوكي. تمام. اشكر حضرتك، اشكر استاذ ايمن جبر مبادره الدفاع عن تراث بورسعيد، استاذ شكري اسمر تراث مصر الجديده، مهندسه منيه عبد البر رابطه تراث مصر التشبيك مش بس اطفاء حرائق، واحمد منصور المهندس المعماري ومستشار اليونسكو للحفاظ على القاهرة التاريخية. أشكركم، ويا رب يا رب العمل يستمر ويبقى فيه تشويق على مستوى الوطن. الدفاع عن التراث المعماري ما هوش طرف ولا رفاهية، مسألة رئيسية ليها علاقة بجودة الحياة، الأمور الأخرى الكثافة السكانية والمصالح المشروعة جدا استثمارية ومالية لملاك العقارات ذات القيمة الأثرية والمعمارية
ممكن ندافع عنها واحنا بنحمي تراثنا المعماري. ممكن نتعلم كتير قوي من تجارب ناجحه في الدول حوالينا قريبه وبعيده عنا، نقدر نفهم منها. مش شرط حاجات تكون كلها اما او في مصر، ما تخلوش مرض السياسه بتاع اما او ياثر على كل حاجه تانية. خليكم معانا.